السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هدف وايضا قطعة ارتباك مرتدة على مستوى الفاست بريك. هذا احمد قصي، اول الاهداف، اول الاهداف مستوى صناعة اللعب وحاولة الاختراق. ايمن، يا سلام، وصلت لأحمد العلي، قد يأتي هدف ثالث. حسن يا جنبي، تكون غريبة تماما، ما راح تبعد. يا سلام عليك يا مجتبى، ويا سلام عليك يا علي. محاولة مجتبى، جناح زيوي، هي مقدم زيوي وبين مصطفى العليوان، مرتدة، يأتي هدف رابع. هذا مهاب، يا سلام عليك يا مهاب، ويا سلام على بشير، برافو، مرتدة، حسان، قادم من هدف بعيدة، كان بالإمكان التعامل معها بطريقة أفضل، مرتدة، عبيد، الحد في كرة كاسيو ومجتبى وجورج سيلفا، والمحاولة ورمية سبعة أمتار. العباس المتخصص، المتخصص أمام علي الصفار، هي ولا السلام، يا سلام، يا سلام، يا علي شاكر الداروتي، جورجي سيلفا، مجتبى، جول، مستوى الستة متر الآن، هنا محاولة، صفار، جناح، أحليل، ودي أن يعملها بطريقة اللب، وبالتالي غلطة المرمى، مصطفى العليوان، هنا عليك يا سيف يا حميده، ضاعت عليك
كسر يدين هنا الداروتي يعاقب ولا أكاسيو محاولة مصطفى يا مصطفى إلى أكاسيو بعيدة شلت السلم زين الدين أحمد أحمد العباس أيضا راح يسدد ولكن صعب ثلاثة أهداف موجود وخمس أربع دقائق ونص هذا أكاسيو يا سلام يا سلام يا سلام يا أحمد يبحث عن حسن الكلبي مرتدة بعيدة حسان حسان يا حسان أكاسيو هدف سادس هدف سادس هدف سادس راح نشوف 18 مقابل 13 أحمد 18 14 أكاسيو مرتبط من بعيد يبحث عن التسديدة أيضا هنا الحليلي هنا الحليلي تماما أكاسيو على الجناح هنا أحمد تسي يا سلام هي سدد سدد وعلي صف كاد أن يخطف حميدة وصلت من جديد هنا محاولة مجتبى هنا ديفيد سيلفا حميدة العباس يبحث عن الدائرة أيضا حميدة سلسلة جناح وصلت أحمد العلي والجناح أيضا هذا جول وهذا أكاسيو دوران عمل إلى الدائرة محاولة ولكن فيها شوف شوف إشارة داخل الست أبدأ هي منطقة محرمة عبد الله العباس علي الصفار عبد الله يا عبد الله يا عبد الله علي ولا الحلالي ولكن إذا تباطأت الكرة في النص شوف هذا محمد العباس دائما اختراقات موجودة ورمية سبعة أكوان أيضا أيضا أمين هنا محاولة تمويها لا وداخل الشباك والسلامات سلامات محمد العباس سلسلة إلى سيف الدين إلى أحمد العلي يحتاج استلام الكرة مع الجن هذا أكاسيو الحكم رافع ايده أكاسيو محمد العباس هل يستفيد من النظر الآن حميده أحمد والدخول هل يعود نظر إلى فارق الهدف هذا مهاب محاولة أحمد الأخيرة من الشوط الأول ما بعيدة إشارة السلم مجتبى يبحث يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا مجتبى يا إلى أربع أهداف ممكن ممكن راح نشوف كاسيو والتصدي موجود ولكن رمية سبعة أمتار دريك هل يتصدى لكرة عبد الله العباس ولا ذكاء عبد الله عباس يا سلام عليك يا عبد الله يا عباس متعادلين الآن متعادلين في الشوط الثاني هي الفارق من الشوط الأول أحمد العلي ما استلم أكاسيو مرتدة قطعت بشكل سريع هذا مجتمع ولكن ضاعت لتعود لمضر من جديد هنا الحليل يا حليلك يا حليل ما شفنا حقيقة في الشوط الأول ربما نشوفها في الشوط الثاني هنا محمد يا سلام يا إلى الجناح يا سلام عليك هنا محاولة على علي الصفار هنا خلاص وصلت للتعادل ربما وصلت للتعادل عودة مجددة من خلال يعني محاولة عدم الوقوع في الأخطاء والتسديدات برافو برافو الثاني الدور لم يسجل سوى خمسة أهداف رافع عيدة يا محمد يا عباس حلوة منك يا محمد يا عباس بشكل سريع هذا مصطفى داروتي الله عليك هي تداول ينشط فريق يعني يهدي فريق وبالتالي هنا مهاب راح نشوف هذا أكاسيو هذا أكاسيو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الكرتين لمصطفى عظيم من خلال سجل هدفين متتاليين هنا مهاب عمل الدوران وأيضا مهاب هدفين على المستوى الشخصي يتقدم الآن ربما يتقدم 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 يعني حصلت الأربع أهداف وتقدمت بفارق هدف يعني فارق خمسة أهداف أكاسيو 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 هو
مصطفى عظيم أخذ دوره أيضا. مهاب بدأ ياخذ ثقة بنفسه. سدد 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 ثلاثة. نقص عددي الآن في مضر احتمال عددي. أحمد العلي يا سلام يا سلام. هنا دفاع متقدم، هنا دفاع متقدم ومحاولة قطع الكرة. هذا أمين رغم النقص العددي يتألق أمين بن نور. مرتدة عوض مجتبى سالم. الآن اللي يبحث عن هدف التعديل مجتبى جناح عبد الله. هوبا هنا محاولة على مستوى الست أمتار. هذا محمد العباس، هذا أمين على مستوى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حسن الجنبي وصل. فاضل سليمان، أوهو فاضل آل سليمان استلم الكرة جميلة، وهذه كرة ثانية والتألق في الخلال. فارق الهدفين موجود، 8 دقائق موجودة. جورج سيلفا، أوهو يا أكاسيو 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 أكاسيو. لا 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 هي 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 هي. حاول أن لا يخطئ أكاسيو أكاسيو أكاسيو. ما الذي تصنع وما الذي تعمل أمين؟ وعلى مستوى كأس السوبر فاز أيضا. 107 أمتار. هل يتصدى علي الصفار ولا داخل؟ أعتقد أنها راح تكون داخل 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 داخل. راح يكون تعادل، وبالتالي ما راح ندري ما راح ندري. أمين وتتوان راح يسدد مرة أخرى، راح يسدد ولكن سدد. يا أحمد يا علي ولا يا حليلي. هذا سيف يا أحمد. المروحة والتألق موجود، ولكن رمية 7 أمتار. دقيقة و 17 ثانية. أمين بن نور تعال. هنا كاسيو راح يسدد، راح يسدد. هذا مجتبى و عكسية. هنا حسن الجنبي، هذا سيف حميدة، هذا الجنبي هنا سدد. قطعت وتصدي موجودة. 8 ثواني 8 ثواني 8 ثواني. داروتي دار